Do all the kids my age have the chance to go to school? Why should I go to school when I can have more fun learning from the internet? How can education help me to live up to modern challenges and get a job? How can I help my students benefit fully from all these new technologies? How is my children's education going to be financed? How can I keep my students up to higher international standards? How can education contribute more efficiently to conflict resolution and reconciliation? The future of education is ready to turn a page. Welcome to Doha, and a very warm welcome to the first World Innovation Summit for Education, better known as WISE, to tell us about this initiative. Her Highness Sheikha Mouza bin Nasser al-Misnad. فالتعليم هو المفتاح الأساسي لثقافة السلام. ذلك السلام كفعل إيجابي مسؤول وواعي لأجيالنا في الحاضر والمستقبل. في هذا السياق تطلق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع هذه المبادرة مساهمة منها في الجهود العالمية لمشروع من أجل تعليم نوعي ومتميز. فمن خلال هذا الحضور المتميز من صناع القرار والفاعلين المهتمين بقضايا التعليم نأمل في إرساء أسس منتدى قادر على توسيع دائرة الحوار وإطلاق العنان للابتكار لأجل إنضاج الأفكار وخلق الفرص والخروج بحلول عملية قادرة على ربط قضايا التعليم بمتطلبات التنمية المستدامة. حضرات السيدات والسادة، قد ترسخت لدي منذ سنوات ليست بالقليلة قناعة مؤداها أن ملف التعليم للجميع رغم كل الجهود المبذولة لا يزال يراوح مكانه، وقد يوحي البطء وربما التعثر في وتيرة إنجاز أهدافه أنه على شك الدخول في غيبوبة أو موت سريري إلا المتحرك سريعا بكل جهد بكفاءة ومسؤولية. وحين نتحدث عن المسؤولية فإني لا أميز بالأقوياء والضعفاء هنا ولا بين المتقدمين ولا المتخلفين، فالجميع مسؤول والجميع مطوق بأمانة النهوض بالشأن التعليمي. فالابتكار في التعليم الذي هو شعار هذا المؤتمر يجب أن يتحول إلى إجراء قابل للإنجاز والتنفيذ. فالابتكار يجب أن يكون في قلب العمل التعليمي، فهو السبيل إلى إطلاق الطاقة الكاملة في الإنسان وتوجيهها الوجهة الرشيدة خدمة لأقراض التنمية. ولذلك فقد آن الأوان لوضع ذلك المفهوم في سياقه الشمولي والأصيل، ولا يحصر فقط في تحقيق القدرة على مواكبة المستجدات التكنولوجية والتحكم في أدواتها للاستجابة لمتطلبات السوق والمنافسة. إن الابتكار لا يستورد كما أنه لا يزرع في جسم الغريب. الابتكار ثقافة مجتمعية تقدر العقل البشري وملكاته ومهاراته وإبداعاته. ثقافة تنمو وتزدهر متى تلائمت متطلبات البيئة المناخية المناسبة. خلال الأيام القليلة المقبلة سوف نعمل جميعا على تكامل جهودنا لتحليل واقع التعليم وتشخيص بنية مشاكله، لكن أهم من هذا وذاك هو أن نخلص سوياً إلى مقترحات وخارطة طريق مبتكرة تعكس قناعاتنا المشتركة. لقد حضرنا هنا جميعاً لأننا نؤمن أن الابتكار في التعليم هو حجر الأساس في تشييد السلام العالمي الإيجابي كما أشار إليه سمو الأمير في إحدى خطاباته. في عالمنا العربي نحن معنيون أكثر من غيرنا بهذا الموضوع،
ليس بسبب واقعنا التعليمي الحالي فحسب، وإنما بسبب حملتنا الحضارية على مستوى المعرفة الإنسانية والتي تطوقنا بمسؤولية عظمى. ربما تندرج مقولة نيتشه في هذا السياق واقتبس: يكون الابتكار مدعاة للسكينة حينما لا يقطع الصلة بالقديم. أشكركم وأتمنى التوفيق لأعمالنا. شكرا لكم. It is a big honor for me that this World Innovation Summit for Education is my first public speaking engagement since becoming Director General of UNESCO. In fact, this is my first working day.